هذا المشكل طال أمده، طال أمده وتضررت منه، ماشي للناس مساكين اللي في وضع مزري جدا في مخيم تتندوف، حتى منطقة كاملة بما فيها المنطقة الإسبانية له تأثير في هذا. أكثر من 47 سنة من يعني الدوران في نفس المكان، وكرار نفس الشعارات، وكلام عن الشرعية، الشرعية الدولية، الشرعية ما نعرفهاش، إسبانيا مسؤولة، إسبانيا اللي بغات تخرج من الصحراء بعد اتفاقية الثلاثية كتبت رسالة للأمم المتحدة تقول أنا خارجة من اللعبة، أنا ما تريت بويسونس ادمينستراتيف، ما تريتش نتكلف بالملف، وها ما بيني بيني مع الخير، فهمت خالي كاش. وإسبانيا ما عمرها اعترفت البوليساريو رسميا، ما كاينش اعتراف رسمي، وما معترفة بجمهورية البوليساريو كذلك. الدولة الغربية، وهذه الدولة الغربية حاولت لأنها داخلة في مرحلة اللي هي بناء ديمقراطيتها، وتحاول تكتفي مشاكلها لأن عندها مشاكل حتى هي نزاعات انفصالية هنا وهناك، وتحولت من النظام الفرنكوي إلى النظام الديمقراطي، وهذه المشاكل كلها ما يمكن لها أن تأتي بجرة قلم، إلا أن إسبانيا فعلا فيه بعض من التيارات وبعض من هذا لما ما هو فهم المشكل فهما حقيقيا، لأنه فيه خطاب، كان خطاب واحد مسوق في إسبانيا، خطاب واحد وهو خطاب البوليساريو. هذا الخطاب اللي هو خطاب حقيقة أكثر مما هو عاطفي مما هو واقع على الأرض، لأنه خطاب ما هو واقع على الأرض، لأنه يفتقد البراغماتية، يفتقد على أنك أنت توصل لشيء مثلا مكان، لأن الناس حياتها يعني محدودة، الأعمار عند الله ولكن محدودة، ما يمكنلكش أنت تتم تبيع دائما نفس الفكرة ظهرا وتبيعها. بين المشكل خلق في زمن الحرب الباردة، وهذا المشكل الحرب الباردة، تغيرت الحرب الباردة وجات يعني نظام آخر لما نسموه بالعولمة، وصبحت كل دولة تحاول أنها تشتغل على أن مثلا تضمن شي حاجة يعني لسكانها، وتضمن نوع من الاستقرار، مفهوم؟ هذه العولمة جابت نوع من البراغماتيسم في السياسة، يعني لا جيوبوليتيك، في طال لا جيوبوليتيك، وهون في طال لا جيوبوليتيك يعني كيف قلنا هذا من هو اللي جاء من موقف الأمريكي، لأن الأمريكي صريحة هي قوة عظمى، عندها أكثر من 178 قاعدة في العالم، ماشي 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 اللعب يعني، وعندها المعلومات الكافية، اعترفت بأن الحل لا يمكن له أن يكون إلا في إطار المغرب، يعني هذا مثلا هو لا 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 وقف هذا، ولأنه قاع في الأمم المتحدة الاقتراح الوحيد اللي جابت الأطراف بليريال ماشي واحد اثنين أطراف، هو هذا ديال الحكم الذاتي، أنه هو الطرف اللي معقول، هو الطرف المعقول. إسبانيا حاولت منها تستعمل كيف بعض من البلدان حل يرضي الجميع وكذا وكذا، هذا حل يرضي الجميع يعني فهمت، واحد يعوم ما باغيش يوقف موقف يقول لك حل يرضي، شنو الحل يرضي الجميع؟ ما كاينش حل يرضي الجميع، ما هو كاين اليوم بعد هذه الأزمة، واللي هي أزمة أعطت فرصة تأملية خصوصا من طرف السلطات الإسبانية، لأن مصالحها صفحت الصالحة مهددة، ونتيجة الأخطاء الكبيرة، ومن بين هذه الأخطاء القرقرات، القرقرات كان خطأ فادح وقاتل بالنسبة للبوليساريو وطرح البوليساريو، لأنه في الوقت اللي العالم تتكلم عن السلم وعن الويام هو يتكلم على حرب، وهذه الحرب ما عندهمش إمكانيات لهذه الحرب، رانا شفنا يمشوا الناس لبريا ويقتلوهم ليزيدرون، ليزيدرون واحد قال سبقه هو راه كان متبعك أنت يا لهيك كيهلكاك بينه معاك آلاف كيلومترات. إذا تغير العالم، تغيرت إمكانيات، حتى إمكانيات الحربية تغيرت، ما تلاتش هذيك إمكان واحد عنده كلاشينكوف مباشرة، ما تلات هذا. والمسألة الأخرى ما يمكنش أنك تحل المشكل بالحرب، لأنك أنت سنيت السلم، بوليساريو سني السلم، درت اتفاقية، من بعد 30 سنة تقول أنا ندير الحرب، ندير الحرب وحدي، يلا دير حرب وحدك، إذا أنت نفسك برهنت على أنك ما نكش باغي السلم،
لان السلم ما يمكنش يجي عن طريق الحرب، لان الحرب لا يمكن الانتصار فيه، ما يمكنش انتصار اي كان ينتصر في الحرب، وخصوصا بالامكانيات اللي كاينه اليوم. بل اللي يصلح هو على انه تفاوض، هو على ان الحفاظ على كرامه الناس، على سلامه الناس، فهمت؟ لا اي شيء يضاهي ان يموت انسان مهما كانت لاكوز، انه واحد يموت حياه هي اهم شيء عند الله في الارض. اذا معناه انه هذا الشيء اللي وقع هو مجموعه من 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 الاخطاء، ومنها الخطا الكبير، لانه فيه فتح فيه اصبح هناك تفتح في الراي، وخصوصا في الراي الصحراوي اصبحت هناك خبايا خصوصا متعلقه بانتهاكات حقوق الانسان مختلف، يعني هذا اصبحت معروفه في الراي لدى الراي الصحراوي وغير الصحراوي. يعني وانت تجيب يعني غالي جايبه في الليل وجايبه يعني بالطياره وجايبه في باسبور ماشي باسبورو، وفي التالي من يبحثوا لقوا على انه مزداد في 14 بلاصه وعنده 14 سن وعنده 14 اسم. هذه فضيحه كبرى عظيمه يعني، وشكلت مشكل كبير بالنسبه لاسبانيا، لان حرجت اسبانيا اللي ادت دفعت على انه القربيين فهموا على ان الحل ما يمكن يكون ما هو يعني في دوله قادره ان تضمن السلم، ودوله غير قادره ان تدول السلم ما يمكن لها ان تتقدم باي شيء، لان احنا منطقه رانا عندنا المثال مثلا في الساحل، وهي مشاكل الساحل اللي رانا شفناها يعني هي المشاكل اللي صبحت اليوم تصبو مرة تبرز في مخيمات، لان المخيمات تفكك ما فتحوش مجال. الخطا الكبير عن هذه المخيمات ما اعطاهم حق اللجوء، ان الواحد يكون عنده كرامته، عنده كارت، عنده باسبور، يمكن له وضعيته مثلا سليمه يعيش مثلا، لانه ما يمكنش يبقى في ستاند باي حياته كامله ينتظر حل ما هو جاي يعني هذا الحل. اذا هذا واحد من الاخطاء كذلك اللي دارته البوليساريو والجزائر، لانه هما فرض الجزائر ماشي فرض البوليساريو، فرض الجزائر. لا ما يمكن تنفيها، لان هذه ارضها والجزائر هي المتحكمه البوليساريو، والرئيس تعينه للجزائر ما يعينوش الصحراويين، مفهوم؟ والوطور الاساسي هلكوهم، اللي ما هلكوهم مشى واللي ما مشى يعني يبقى في ستاند باي حتى هو، يعني من الجزائر هي المتحكمه في مخيمات تندوف. وخير دليل اللي راهم دايرين مطوقينهم بالقواعد العسكريه، ما يمكنش تخرج بدون هو اسمه. اذا معنى الجزائر طرف هذا مشكل الصحراء في الواقع، هو صراع يعني مستمر من حرب الرمال، هو حرب الرمال بطرق اخرى. هذا الموقف الاسباني سيؤثر لا محاله على فرنسا وغير فرنسا وايطاليا ويعني دول كثيره وامريكا اللاتينيه. وعاود مواقف اخرى أوروبية. طبعا، لانه هذا حل براغماتي. خالق تصريح قالته وزير اسبانيا بعد الرساله، قالت هذا في صالح الدوله الاسبانيه وفي صالح الدوله المغربيه وفي صالح معظم الصحراويين، اشاره لاول مره للصحراويين اللي شاركوا في الانتخابات في العيون وفي الداخلة وفي الجدور وفي السمارة وفي طنطان وفي قليمي، يعني ماجوريتي كاين ماجوريتي في الأحزاب، مش يشوف منهم رؤساء الجهات، مش يشوف منهم رؤساء البلديات، واش هذو ما عندهم الحق يتكلموا؟ مش يشوف منهم البرلمانيين، ها؟ مش يشوف منهم المستشارين، مش يشوف منهم رؤساء القبائل، مش يشوف منهم الأعيان، واش هاد الناس ما عندهمش؟ أنت عندك أقلية وأنا عندي الأكثرية، أنت هو اللي عندك الحق وأنا ما عنديش الحق. أنت واحد منين يشارك في الانتخابات في حزب مغربي؟ هذا معنى أنه شنو؟ واش هو مشارك مؤقتا؟ ها؟ لأنهم هما احتلوا ذيك، مفهوم أنا راني هو الوحيد وأنا هو اللي عندي الشرعية، الشرعية ما عندك، مش شكون صوت عليك أنت؟ والشرعية غير بالسلاح. والوحيد منين تقول الوحيد اعترفت انك ديكتاتوري، ما كاينش نظام فيه واحد ديكتاتور واحد، راي واحد، لا بد من راي الناس، لان الناس اسره كامله كلها عنده راي، وهذا هو الطبيعي، وهذا حتى عند الفقهاء، يعني اختلاف الراي في الفقهاء شيء اساسي وسليم جدا ياك الدين. اذا معناها انه البوليساريو ما قدرش يتجاوز المراحل ديال السبعينات ايديولوجيا، ما غاديش يتجاوزها، واساليب كذلك، ومازال اللي ما يفكر بحاله يديروا عدو، واللي عنده وجهه نظر مخالفه معه عدو يدير عليه حمله. اذا
من تقول إسبانيا هذه خطوات من أجل الاستقرار والمحافظة على حدود البلدين. أتنسيو الشيء راه واضح، هذا راه واضح، ماشي مشيش بعيد. بيان انت باغي لانديبوندونس وانا ماني باغي لانديبوندونس، واحد باغي الحكم الذاتي، واحد كاع ما باغي والو. واش تفرض عليا وجهة نظرك؟ ما عندكش امكانيات تفرض عليا وجهة نظرك، انك تستعمل العنف، والعنف غير مقبول. اليوم الامم المتحده اللي يستعمل العنف اصبح ارهابي. الارهاب شكون هو؟ يستعمل العنف. فرض وجهه نظرك انت، خاصك تقنعني منك نستعمل الاقتناع. اذا معناه انه هذا القرار ضرب عرض الحائط، مثلا بروباغندا اللي كانت تنقال، وحنا هذه اتفاقيه، وحنا صبانيا هي سميتها مازالت متكلفه بالملف. صبانيا ما عادت متكلفه بالملف، وانت هو اللي قمت صبانيا ما بغيتهاش تتكلف، لانه فيه واحد البيان ديال البوليساريو 75 ما بغاتش، ملي طلبتهم لي اسبانيول يجيو يفاوضوا مع البوس ما بغاوش، هما اللي رفضوا. وراه خارج تصريح ديال الجنرال قال احنا ما خلوناش ندافعوا عن الصحراويين. اذا علاش تكذبوا على الراي؟ كذبتوا على الراي ودابا ها هو يربحوا النتيجه. وشكون هو اللي ضايع يا اسفان؟ هما الناس مساكين اللي داروا في روسهم فكره وخلاهم يعني في المآسات.